قولوا لي ايه احسن طريقه نعرف بيها طعم الرز المظبوط؟ ادوقه اشم ريحته. على كفايه وسط عليه. وعلشان ستات بتعرف تفرق، نور فاين فودز جمعت في مكعب واحد اطعم التوابل والخضار، وضفت لهم خبره نور لرز اطعم، والنتيجه طعمه يجنن، ريحته هايله وشكله مفلفل كمان. رز كل يوم اطعم معك نور فاين فودز. معك نور فاين فودز، الرز اطعم كل يوم.